السلام عليكم أعزائي التلاميذ مستوى الأول ابتدائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. إذن سنبدأ اليوم مع مكون القراءة، عنواننا هو جولة في البادية. إذن كما تعودنا من قبل أن نبدأ بالكلمات البصرية، إذن نبدأ بالكلمات البصرية، نكتب الكلمات، أنتم كذلك خذوا دفتر المنزل ودونوا، اكتبوا معي الكلمات البصرية. إذن ما هي الكلمات البصرية؟ إذن الحيوانات، الجبال، النباتات، الحديقة. نعم سنقرأ، اقرأوا معي: الحيوانات، الجبال، النباتات، الحديقة. إذن أعيد: الحيوانات، الجبال، النباتات، الحديقة. جيد. نعم إذن نقول نعم، قرأ: الحيوانات، الجبال، النباتات، الحديقة. جيد جدا، ممتاز. إذن هذا أول نص في مجال البيئة الطبيعية، في مجال البيئة الطبيعية. نعم سأبدأ بقراءة النص. جولة في البادية. في المساء عاد حسام من جولته في البادية، وجلس يحكي لجدته: أشعة الشمس دافئة، ومياه الشلال نقية، أعجبتني مناظر القرية يا جدتي، الخراف تمرح في المروج الخضراء، أعجبتني مناظر القرية يا جدتي، الفراشات الملونة تتراقص فوق الأزهار، ما أجمل مناظر القرية يا جدتي. أعد، تابعوا معي: جولة في البادية. في المساء عاد حسام من جولته في البادية، وجلس يحكي لجدته: أشعة الشمس دافئة، ومياه الشلال نقية، أعجبتني مناظر القرية يا جدتي، الخراف تمرح في المروج الخضراء، أعجبتني مناظر القرية يا جدتي، الفراشات المنونة تتراقص فوق الأزهار، ما أجمل مناظر القرية يا جدتي. ما أجمل، إذن هذا أسلوب تعجب، هذا أسلوب تعجب. جيد جدا. إذن ماذا تلاحظون في الصورة؟ الصورة التي أمامكم تلاحظون ماذا؟ نلاحظ الجبال. جيد، هنا جبال، ممتاز. وماذا؟ مروج. نعم انتبهوا إلى المروج. حيوانات. نعم ممتاز. نهر، انظروا إلى النهر. والشلالات. وماذا أيضا؟ الجدة والابن. حسن جدا، الجدة والابن، حسن جدا. إذن سأبدأ بطرح بعض الأسئلة، اكتبوا. إذن كيف هي السماء؟ كيف هي السماء؟ نكتب: كيف هي السماء؟ إذن نجيب: السماء صافية، السماء صافية. جيد جدا. إذن كيف هي الشمس؟ كيف هي الشمس؟ إذن قلنا: أشعة الشمس دافئة. كيف هي الشمس؟ إذن نقول: كيف هي الشمس؟ نقول: الشمس ساطعة. إذن ودافئة، عندنا في النص الشمس دافئة، حسن جدا.
دافئة حسن جدا. إذا سنقوم بشرح النص ونبدأ من العنوان. جولة في البادية. إذا عندنا جولة. جولة معناها ماذا؟ ماذا نقول عن جولة؟ جولة معناها تجول، أي فسحة، نعم البادية، إذن القرية ضد المدينة. تمرح، إذن تلعب أو تلهو. إذن بدأنا بالعنوان جولة البادية، والآن نأخذ من النص كلمات. تمرح، تنظر، تمرح، الخراف تمرح معناها الخراف تلعب وتلهو. المروج، تلعب وتمرح في المروج. المروج هي أراض واسعة ذات نباتات ومراعي للدواب. إذن هي ذات نباتات ومراعي للدواب. انظروا إلى الدواب. نعم. تتراقص، أي تدور وتتحرك. إذن سنتمم أطفال الأعزاء جولة في البادية. إذن مكون القراءة. إذن نتمم ما بدأناه. إذن متى عاد حسام؟ إذن أنتظر الإجابة. إذن نعم، عاد حسام في المساء. إذن مكتوبة في النص، موجودة. حسن جدا. قرب من جلس؟ انظروا إلى الصورة. الصورة تجيب. قرب من جلس؟ جلس قرب جدته. نعم حسن جدا. وكيف هي مياه الشلال؟ انظروا إلى مياه الشلال. قلت الصورة تجيب. كيف هي مياه الشلال؟ مياه الشلال نقية. انظروا إلى النص. مياه الشلال نقية. إذن لم يقل ملوثة، قال نقية صافية. انظروا، إذن ماء صافي. حسن جدا. إذن سأكتب شبكة المفردات وننتقل إلى الصفحة 119. نعم. إذن السؤال الأول يقول أحدد شخصيات النص. إذن من هم شخصيات النص؟ لدينا اقتراحات، ونأخذ الاقتراح الصحيح ونحدده. حسام، الجدة، القط، الفراشات، الكلب، الخراف، الأب، العصافير. إذن نعم، أدعكم تجيبون. نعم حسام، جيد. إذن أحدده. الجدة، نعم. القط موجود؟ هل ذكروا القط؟ لا، لم يذكروه. إذن الفراشات، هل هي شخصية؟ هل هي كانت شخصية موجودة في النص؟ هل تحدثت في النص؟ إذن هي غير موجودة. إذن قالوا لنا الفراشات الملونة تتراقص فوق الأزهار، هي غير شخصية. إذن الشخصيات هي التي تتكلم، تكلم حسام والجدة، الكلب، الخراف، الأب، العصافير. إذن هذو غير موجودون وغير مذكورون وهم غير شخصيات. الشخصيات هما الجد، الجدة وحسام. إذن تمرين ثالث، أصلوا الكلمة بمعناها. كثيرة، تأكل، نظيفة، تلعب، جميلة، تصيح. إذن أصلها إلى المعنى. إذن عندنا المعنى الأول، نقية تمرح. نعم نقية تمرح. كثيرة، معناها نقية أو تمرح. إذن أنتظر الإجابة. إذن هي ليست نقية وليست تمرح. تأكل، معناها نقية؟ لا. تمرح؟ لا. نظيفة؟ إذن أنتظر الإجابة. إذن جيد، نظيفة معناها نقية، نصلها بخط. إذن أصلها بخط. حسن جدا. تلعب،
هل هي نقية أم تمرح؟ انتظر. نعم تمرح. جميلة، هل معناها نقية؟ معناها تمرح؟ لا. تصيح، معناها نقية؟ لا. تمرح؟ لا. إذن هي غير موجودة. نعم جيد جدا. والآن سنتمم الشبكة تمرين رقم 4. إذن كلمة البادية بدأوا لنا وكتبوا الحقول، كتبوا الوادي، ماذا سنكتب نحن هنا؟ من يقول؟ أشجار، نعم جيد. الأبقار، نعم جيد. إذن البادية يوجد فيها الأبقار، نعم. المزرعة، نعم جيد. اكتبوا معي، نعم يوجد فيها الأشجار، نعم جيد جدا. ماذا أيضا؟ البئر، نعم يوجد في البادية. النهر، نعم يوجد في البادية. الدجاج، صحيحة. إذن كل هذه الكلمات صحيحة. إذن نكتب بئر أو نهر أو شلال، إذن كل هذه الكلمات فهي صحيحة. إذن نأخذ صفحة 120 ونجيب، أجيب بنعم أو لا، أجيب بنعم أو لا. رجع حسام من فسحته مساء. إذن متى رجع حسام من فسحته؟ متى عاد حسام من فسحته؟ إذن طرحت هذا السؤال فيما قبل. نعم عاد حسام من جولته مساء. نعم إذن نكتب نعم. مياه الشلال ملوثة. هل نحن قلنا أن المياه الشلال ملوثة؟ ماذا قلنا عن مياه الشلال؟ قلنا مياه الشلال نقية. إذن الجواب خاطئ. الجو في البادية معتدل. نعم صحيح أم خطأ؟ نعم صحيح، الجو في البادية معتدل. نعم إذن أفكر وأجيب. كيف كانت السماء في البادية؟ كيف كانت السماء البادية؟ كيف كانت؟ كيف كانت سماء البادية؟ كيف كانت؟ إذن طرحت هذا السؤال من قبل. إذن كانت السماء كيف هي؟ صافية. كانت السماء صافية، حسن جدا. وفي أي فصل تجول حسام؟ سؤال جيد. في أي فصل تجول حسام؟ إذن ما هو الفصل الذي يوجد فيه الربيع والمياه بكثرة والوادي والفراشات تتراقص والعصافير تغرد؟ إذن في أي فصل؟ في فصل الشتاء، فصل الخريف، في فصل الصيف؟ لا، في أي فصل؟ في فصل الربيع، حسن جدا. في فصل الربيع، نعم في فصل الربيع تجول حسام في البادية. أحدد الصورة النص. إذن سنذهب إلى النص ونرى، هل الجدة كانت تجلس أمامها حفيدتها؟ لا. إذن هذا غير موجود. ونرى هنا الجدة، من كان يجلس معها؟ حفيدها. نعم هذه الصورة في الوسط صحيحة، أحددها. نعم لأن الجدة كانت تجلس مع الحفيد. انظروا هنا، هل كان الجد في الحكاية في القراءة النص؟ هل كان الجد في النص؟ لا لم يكن الجد في النص. إذن كانت الجدة، إذن هذا خاطئ. جيد جدا أبنائي. إذن نذهب إلى الصفحة 121 ونكتب. أكتب. إذن اكتبوا الكلمات الموجودة ولاحظوا الصورة واكتبوا جملتين.